السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في درس جديد من سلسلة دروس تعلم اللغة الفرنسية من الصفر بطرق سريعة بسيطة وسهلة. بداية أدعوك أيها المشاهد الكريم أن تدعمنا بالضغط على الزر الأحمر الموجود في الأسفل للاشتراك بالقناة والضغط على الجرس ليصلك كل جديد في القناة، وشكرا جزيلا على كل ذلك. إذن درس اليوم يتعلق بالماضي المركب باللغة الفرنسية le passé composé. Le passé composé. إذن الماضي المركب le passé composé. Le passé composé يمكننا من تصريف الفعل في الزمن الماضي، يعني أي فعل أود أن أعبر عنه وحدث هذا الفعل في الماضي أستخدم le passé composé في اللغة الفرنسية البسيطة، وفي غالب الأحيان نستخدم le passé composé. Le passé composé لماذا سمي ماضي مركب؟ لماذا سمي الماضي المركب أو le passé composé؟ سمي كذلك لأن الفعل في هذا الزمان يصرف فيه بشكل مركب. الفعل في هذا في le passé composé يصرف بشكل مركب. كيف ذلك؟ سوف نرى ذلك في الأمثلة. إذن كيف يصرف الفعل في الماضي المركب؟ كيف يصرف الفعل في الماضي المركب؟ مثلا سوف نأخذ المثال commencer. الفعل commencer رأينا في فيديوهات سابقة ومعناه يبدأ، وتلاحظون أنه ينتهي بالحرفين E و R، وهذا دليل على أن هذا الفعل ينتمي إلى المجموعة الأولى من الأفعال verbe de premier groupe. مفهوم؟ إذن الفعل commencer إذا أردنا تصريفه في الزمن الحاضر مثلا، ورأيناه في فيديو سابق، إذا أردتم أن تراجعوه سوف تجدونه في سلسلة تعلم la conjugaison من الصفر بطرق سريعة وبسيطة وسهلة. إذن الفعل commencer إذا أردنا أن نصرفه مثلا إلى الزمن الحاضر نقول le présent، نقول je commence، tu commences، il commence، nous commençons، vous commencez، il commence. مفهوم؟ يعني يصرف الفعل ويبقى كما هو، تتغير النهاية ونضيف له الضمير الشخصي je، tu، il. مفهوم؟ الفعل هنا صرف بشكل عادي، بمعنى أنا أبدأ، أنت تبدأ، هو يبدأ، نحن نبدأ، أنتم تبدأون، هم يبدأون في الزمن الحاضر الآن. أما إذا أردنا أن نصرف الفعل commencer إلى le passé composé إلى الماضي المركب، فهنا يصرف كالآتي: صرف j'ai commencé، tu as commencé، il a commencé، nous avons commencé، vous avez commencé، ils ont commencé. صرف هكذا، بمعنى أنا دخلت، أنت دخلت في الماضي، هو دخل في الماضي، نحن دخلنا في الماضي، أنتم دخلتم، وهم دخلوا في الماضي. تلاحظون هنا أن الفعل commencé أضفنا إليه في الضمير ج أضفنا إليه أي، وفي الضمير تي أضفنا إليه أس، وفي الضمير إيل أضفنا إليه أ، والتي كتبناها هنا باللون الأحمر، ثم أفون، ثم أفي، ثم أون. هذا هو عبارة عن الفعل أفوار. أفوار مصرف في الزمن الحاضر بالإضافة إلى الفعل كومونسي نفسه.
إذن هنا تصريف الفعل commencer في لو باسي كومبوزي صرفناه بشكل مركب مع الفعل avoir، يعني أضفنا إليه الفعل avoir لكي نتمكن من تصريفه في الزمن الماضي المركب. لذلك سمي لو باسي كومبوزي، سمي الماضي المركب لأنه يتركب من فعلين، فعل مساعد auxiliaire الفعل avoir، وفعل أصلي هو فعل commencer. مفهوم؟ إذن هكذا يصرف الماضي المركب. الفعل المساعد avoir هنا صرف إلى، نصرفه إلى الزمن الحاضر، والفعل commencer نصرفه إلى زمن le participe présent. ورأينا فيديو le participe présent كيف يصرف، يمكنكم الرجوع إليه ومراجعتي. مفهوم؟ إذن سوف نأخذ أمثلة على الماضي المركب. مثلا يمكنكم أن تأخذوا ما شئتم من الأمثلة. مثلا الفعل commencer كما رأينا يبدأ يصرف j'ai commencé, tu as commencé, il a commencé, nous avons commencé, vous avez commencé, ils ont commencé. وcommencer فعل ينتمي إلى المجموعة الأولى كما قلنا لأنه ينتهي بـ-er. والأفعال التي تنتمي إلى المجموعة الأولى وتنتهي بـ-er أغلبها عند تصريفها في الزمن الماضي المركب تنتهي بـ-e accent كما ترون أمامكم، كلها تنتهي بـ-e accent. نحذفـ-er ونضع o accent. مفهوم؟ هذا بالنسبة لأفعال المجموعة الأولى، les verbes de premier groupe. بالنسبة للمجموعة الثانية مثلا saisir، وسيزير هو فعل ينتمي إلى المجموعة الثانية، un verbe de deuxième groupe لأنه ينتهي بالحرفين ir، حرفين ir، ويصرف كالآتي: j'ai saisi, tu as saisi, il a saisi, nous avons saisi, vous avez saisi, ils ont saisi. كذلك الفعل saisi نضيف إليه الفعل avoir كمساعد، وتلاحظون أن saisi في تصريفه تنتهي بإي. كذلك الأفعال التي تنتمي إلى المجموعة الثانية وهي التي تنتهي بإي إر جميعها أو أغلبها عند تصريفها في لو باسي كومبوزي تنتهي بإي جميعها. نحذف إي إر ونضع إي: j'ai saisi, tu as saisi, il a saisi, nous avons saisi, vous avez saisi, ils ont saisi. إذن هذا بالنسبة للمجموعة الثانية. بالنسبة للمجموعة الثالثة، الأفعال التي تنتمي إلى المجموعة الثالثة مثل mettre، الأفعال التي تنتهي بـ-re mettre مثلا يضع، تصرف كالآتي: j'ai mis, tu as mis, il a mis, nous avons mis, vous avez mis, ils ont mis. كخلاصة، فإن نهاية الماضي المركب إذا كان الفعل ينتهي بـ-er فإن النهاية تصبح e accent في جميع الضمائر، ونضيف له l'auxiliaire الفعل المساعد إما être وإما avoir حسب الفعل. هناك أفعال تتطلب الفعل المساعد être، وهناك أفعال تتطلب الفعل المساعد avoir، وسنرى في هذا الفيديو كيف سوف نعرف الفعل الذي يطلب لنا الفعل avoir كمساعد والتي تطلب لنا الفعل avoir كمساعد. إذن الأفعال التي تنتهي بـ-er جميعها في لو باسي كومبوزي تصبح e accent، والأفعال التي تنتهي بـ-er كذلك جميعها تصبح نهايتها إي، الحرف إي، مع الفعل المساعد être أو avoir. بالنسبة للأفعال التي تنتهي بـ-oir أو -re فغالبيتها تنتهي بـ-u، أغلبها ينتهي بـ-u مع الفعل avoir أو être. مفهوم؟ إذن إذا حفظتم
هذه النهايات وتذكرتموها وعرفتم أي فعل مساعد سوف تستخدمونه مع الفعل الذي تودون تصريفه إلى لو باسي كومبوزي، سوف تصرفون أي فعل تجدونه أمامكم بكل سهولة وبكل سرعة. مفهوم؟ ما يجب أن نتطرق إليه هو كيف أعرف استخدام الأفعال المساعدة في الماضي المركب. يعني هل الفعل يطلب أن أستخدم معه être أو avoir؟ إذن بالنسبة للفعل المساعد avoir، وهناك الفعل المساعد être. إذن لدينا الفعل المساعد avoir والفعل المساعد être. إذن avoir نستخدمه في مع الأفعال التي تدل على ملكية، مثلا ملكية مثلا prendre. إذا أردت أن أصرفه في الماضي المركب أقول j'ai pris. Tu as pris, il a pris, nous avons pris, vous avez pris, ils ont pris. إذن الأفعال التي تدل على الملكية، يعني أنا أملك شيئا، فهي تصرف مع الفعل avoir. مفهوم؟ كذلك الأفعال التي تدل على مواصفات، مثلا manger، أكلت أو أكل أو يأكل، كذلك تصرف مع الفعل avoir في الماضي المركب. j'ai mangé, tu as mangé, il a mangé, nous avons mangé, vous avez mangé, ils ont mangé. أما بالنسبة للفعل المساعد être، فيأتي مع الأفعال التي تدل على الحالة، حالة الشخص مثلا أو حالة الشيء، مثلا rester، بقية أو يبقى، هذه حالة شخص، يعني هو بقية. لذلك تصرف مع الفعل المساعد être وتصبح ويصبح الفعل être je suis. Je suis resté. Tu es resté. Il est resté. Nous sommes restés. Vous êtes resté. Ils sont restés. مفهوم؟ كذلك بالنسبة للأفعال الدالة على المكان، مثلا partir، يعني يغادر، يغادر من مكان إلى مكان. لذلك أنا أقول je suis parti وليس j'ai parti. أقول je suis parti, tu es parti, il est parti, nous sommes parti, vous êtes parti, ils sont parti. مفهوم؟ إذن هنا تكون قد عرفتم كيفية استخدام الأفعال avoir والأفعال être باعتبارها أفعالا مساعدة. إذن هذه قاعدة سوف تسهل عليكم معرفة استخدام هذين الفعلين المهمين. مفهوم؟ إذن أحبتي الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. إذن بهذه النقطة ينتهي درس اليوم. إذا كانت لديكم أي استفسارات اتركوها لنا في التعليق. إلى ذلك الحين أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.